كمان وان ثري قالت ان اكد مختار المدير الفني للانتاج الحربي ان الدوري في غايه الصعوبه وجميع الفرق متقاربه في المستوى ولم نحدد من الفائز والهابط بالاضافه الى ان المكسب بيصعد بفريق اربع مراكز على الاقل والخساره بتهبط برضو يمكن باربع مراكز كمان. قال كمان مختار في تصريحاته للجريده ان النادي الاهلي هو الاقرب بعد تعثر الزمالك في اخر مباراه خصوصا ان النادي الاهلي عنده مباريات مؤجله لكن الزمالك لن يستسلم برضو بسهوله. وقال كمان انه يتمنى عدم الغاء الدوري خصوصا ان الانديه تخسر كتير جدا من قرار زي ده.